ايش بيدي اسوي لك يا يمه؟ والله هذا كلام الام، كان زين اقدر ابدله. يمه هي قالت ان خطبت. ايه يمه هي قالت ان خطبت. وقوت يمه محمد ما تكذب. يمه انا ما اقول انها قاعد تكذب علينا، بس يمكن قاعد تعذر، يمكن قاعد تهرب. انت عارف اللي صار بيني وبين بيبي. والله يا يمه ما حد يعلم بالقلوب الا رب العالمين. ما عليه يا يمه، كل شيء مكتوب، ان شاء الله تلاقي واحده احسن منها. بعدين هي لو كانت تبيك كان ما وافقت على هذا اللي خطبها. يمه هي قالت لك انها بدور وافقت. إيه ما قالت انها وافقت، بس هم ما قالت انها رفضت. وبيني وبينكم شكلها الام موافقه على هذا اللي تقدم حق بنتها، واضح من كلامها. يا معود ترى البنات وايد، وبعدين انت ايش فيك مستعيل؟ انت باقي لك سنه على ما تتخرج. يا اخي تخرج اشتغل استانس بمعاشك يا معود، وبعدين لاحقين على الزواج. والله الف بنت تتمناك. فهد فهد يمه وين رايح؟ يمه خليه الحين هو متضايق، ما راح نقدر نتكلمه، خليه يهدى شوي وان شاء الله نتفاهم معه. الله كريم يا يمه، الله كريم. الله كريم. المهم يمه الوقت تاخر، انا لازم امشي، شي ما بروحه بالبيت. تبين شي يبه؟ سلامتك يا يمه. يلا حبيبتي تسمعي على خير. تلاقي خير. عقلي مو قادر يستوعب شو اللي صاير يا بدور، شنو سويت عشان تسوين فيني كذي؟ هذه جزات الحب والعشرة اللي بيننا؟ منو اللي بعتيني عشانه وليش؟